كنا من ارض الملعب التامين. انا عايز اتكلم على التامين. طبعا الصاله فاضيه تماما من وجود اي جماهير او حتى اعضاء جمعيه عموميه، وده كان التزام النادي الاهلي من يوم 21 مارس الحقيقه في تطبيق اللائحه اللي اكد عليها اتحاد السله في خطاب رسمي لكل الانديه. وشايفين وجود تواجد او وجود امن النادي بشكل كبير جدا، اللي هو من مسؤوليته الاساسيه هي تامين الملعب من الداخل. يمكن طبعا بالتعاون مع وزاره الداخليه اكيد بتقوم بدور كبير جدا في التامين من الخارج، ولكن هو ده النادي الاهلي التزام باللوائح والقوانين. خلينا نطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل طبعا تغطيتنا المستمره لمباراه كره السله الاهلي وسموحه، ولكن بعد الفاصل.